بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الماشين ليرنينج. بإذن الله في الفيديو دوت هنبدأ نطبق مع بعض في الجزئية الخاصة بالنيورال نتورك. في النيورال نتورك في التطبيق يعني ككود باستخدام مكتبة الاسكيلرن او السايكلرن، احنا هنقسمه لجزئين، جزء خاص بالكلاسيفيكيشن وجزء خاص بالريجريشن، او انك تعمل كود ليه او تعمل شبكة عصبية خاصة بالكلاسيفيكيشن وشبكة عصبية خاصة بالريجريشن. هنبدأ طبعا اول حاجة على الكلاسيفيكيشن، وبالنسبة للداتا هنشتغل على الداتا بتاعة الكلاسيفيكيشن اللي اشتغلنا عليها قبل كده، اللي هي مثلا الارث، تمام. وممكن يعني لو الوقت بتاع الفيديو ما كانش طويل ممكن نبقى نجرب عدة تانية اللي هي بتاعة الهارت فايلر تقريبا، او الازمة القلبية يعني الكلام ده، تمام. طيب هنا طبعا قسمت الداتا اختصارا الوقت يعني اكس وواي ومش عارف ايه، وهنا اكس ترين وواي ترين واكس تيست واي تيست، شفنا الحاجات دي يا مان. طيب علشان تجيب الموديول او عشان تعرف الموديول بتاعك او الجزء اللي انت عايز تشتغل عليه، مش شرط تبقى حافظ، يعني انا مش حافظ كل الموديولز اللي موجوده في السايكل ليرن او في الاسكيل ليرن. طيب امال انا بجيبها ازاي؟ عن طريق ان انا بفتح الدوكيومنتيشن بتاعتها او الدوكس بتاعتها، وطبعا قلت لكم ازاي تحملوها، تمام. بفتحها وبكتب اسم الحاجه اللي انا عايز اعملها ككود. يعني مثلا لو كنت عايز اعمل اللي هو اللينير ريجريشن، فبدوس هنا، بدوس كنترول اف، بيفتح لي اللي هو الشريط اللي تحت دوت كده، وبكتب هنا بقى اللي انا عايزه. بكتب مثلا عايز اللينير ريجريشن، فاكتب له لينير ريج، يعني فاكر الصيغه اهو، قام لقيته هنا اهو طلع لي هنا ايه اللينير اندرسكور موديل دوت لينير ريجريشن. دوس عليها هيوديك للصفحه او للجزء اللي فيه الشرح للجزئيه ديت، وهتلاقي شرحها لك اهو مديك عليها مثال بالكود. احنا مثلا هنا عايزين النيورال نتورك، فهنا هكتب له نيورال نتورك، لا مش هنا، ايوه كانت هنا سكيلر دوت نيورال نتوركس. خش عليها هتلاقي عندنا ثلاثة يعني جوه الموديول بتاع النيورال نتورك. احنا هنشتغل على النوعين دول، كلاسيفاير وريجريسور او كلاسيفيكيشن وريجريشن. نبدأ بالكلاسيفيكيشن. مديني هنا اهو الكلاسيفيكيشن، مديني يعني الكود بتاعه، الموديل بتاعه بعمله امبورت ازاي، ومديني بقى كل الاوبشنز والبارامترز وكل حاجته يعني، تمام. بس مش مديني مثال الكود، مش مديني مثال الكود. طيب نبدأ نعمله امبورت، هقوله from sklearn.neuralnetwork import mlp classifier، تمام. فهاجي هنا واقول له from scalar dot neural، هو هنا اصلا بيكملها لي neural network، اقول له import اسمها mlp classifier، تمام. وهنا نبدا نظبط بقى، نبدا نعمل الموديل بتاعنا. هنا هقول له الموديل، وهحط فيه الموديل بتاعي mlp classifier، وهنا بقى جواه ابدا احط الاوبشنز بتاعتي. تعالوا نشوف ايه الاوبشنز اللي بيقبلها عندي. اول حاجه هنا، طب احنا مش هناخد كل الاوبشنز ديت، يعني هناخد بس ايه يعني اهم الاوبشنز. يعني فيه اول حاجه عندي بحدد له الطبقات بتاعتي، يعني انا عايز اعمل كام طبقه، وكل طبقه فيها عدد النيورونز او عدد الخلايا في كل طبقه قد ايه. يعني هنا بحدد له انا عايز كام طبقه، وكل طبقه عدد الخلايا فيها قد ايه، تمام. تعرف هنا بقول له هيدن اندرسكور لاير سايز، بدي له بقى الشبكه بتاعتي او بصممها. فهنا حاجه اقول له هيدن اندرسكور لاير اندرسكور سايز، وبحديها له على شكل توبلز كده، تمام. وبقول له مثلا انا عايزه يعمل لي، عايز اعمل مثلا شبكه مكونه من ثلاث طبقات، ثلاث طبقات مخفيه، تمام. اول طبقه مثلا يكون عدد الخلايا فيها خليه مثلا 64 خليه، وبعمل فاصله كده، معناها ان الطبقه الثانيه بقى، تمام. يعني كده دي الطبقه الاولى، اللي بعد فاصله يبقى كده حامل الطبقه الثانيه. ممكن كنت اسيبها كده بس ويبقى طبقه واحده بس،
اقل حاجه طبعا توا. انت لو ما كتبتهاش خالص، انت لو ما كتبتش ما عملتش اصلا الهيدن لاير سايز ديت، هو على طول بيعملها لك، بيعمل لك شبكه مكونه من طبقه واحده بس. الطبقه ديت فيها 100 خليه، هتلاقي هنا اهو كاتبها لك، طبقه واحده مكونه من 100 خليه. سبت لكم عايز اعمل مثلا 3 طبقات، عايز اعمل شبكه مكونه من 3 طبقات. اول واحده خليه مثلا 64 خليه، والتانيه مثلا 128، وبعد كده خليها اخر حاجه خليها مثلا 32، يعني اي ارقام مفيش مشكله. تمام، يبقى انا كده عملت شبكه مكونه من 3 طبقات، كل اول طبقه 64 خليه، بعد كده 128، بعد كده الطبقه الثالثه او الاخيره 32 خليه. يبقى دي كانت اول حاجه عندي، واللي هي الهيدن لاير اندرسكور سايز. بعمل فاصله ونشوف بعد كده ايه الاوبشنز اللي عندي. بعد كده بيقول لي حدد لي الاكتيفيشن فانكشن. ممكن بدل ما تقراهم من هنا، يعني لو هي متداخلين في بعض ممكن تشوفهم من هنا، هتلاقي هنا كاتب لك الهيدن لاير الاوبشن ويشرحه، وممكن تلاقيه بيديك عليه مثال او الاوبشنز الموجوده فيه. طيب احنا خلاص خلصنا ديت. عندي بعد كده حاجه اسمها الاكتيفيشن. الاكتيفيشن اللي المقصود بيها هي الداله، مش الداله اسف، المعادله اللي الشبكه اللي انت عايز الشبكه تشتغل بيها، انت عايز الشبكه تصنف لك بيها او تتوقع لك بيها. فهو انا عندي كذا اوبشن. عندي اللي هو الايدنتيتي، الايدنتيتي دوت تقريبا اللي هو كان الاتش اوف اكس. وهنا عندي بعد كده اللوجيستيك، اللي هو اللوجيستيك ديت اللي احنا شفناها او شرحناها على اساس على باسم تاني، لكن اسم السيجمويد اللي قلنا عليها السيجمويد، اللي قلنا عليها السيجمويد هي هنا اسمها لوجيستيك. حتى هتلاقي المعادله بتاعتها هي، هتلاقي نفس المعادله اللي احنا شرحناها بتاعت السيجمويد، ولكن هنا اسمها لوجيستيك. عندي معادله تانية اسمها التانش، وبقى عندي معادله اسمها الريليو، وفي معادلات يعني مش دول بس المعادلات اللي موجوده في النيورال نتورك او في الشبكات العصبيه. علشان كده ما رضيتش اشرحها لكم ادخل في التفاصيل الرياضيه للشبكات العصبيه، لان احنا معادلاتها كتيره والاوبشنز فيها كتيره، ولكن احنا هنشرحها بالتفصيل باغلب معادلاتها، وان قدرنا نبقى كل معادلاتها في الجزء الخاص بالديب ليرنينج. هنا كتبت لي اخر حاجه عنده الريليو، وفي عندي نوع تاني اسمه الليكي ريليو، وعندي انواع تانية يعني او معادلات تانية. هو ايه الديفولت اللي بيختاره؟ الديفولت يعني لو انا ما حددتوش الاكتيفيشن فانكشن بيشتغل بالمعادله اللي اسمها الريليو. تمام، احنا تعالوا نقول له مثلا عايزينها، ماشي تعالوا نسيبها ريليو، او تعالوا نكتبها له هنا، ماشي سيبوها للريليو، وبعد كده ممكن نبقى نغيرها. طيب تعالوا نشوف ايه الاوبشن تاني. بعد كده عندي مكان، عندي حاجه اسمها السولفر. السولفر دوت تقدر تقول عليه ان هو الاوبتمايزر، او هو اللي بيظبط لك القيم بتاعه الاسيتات. فاكرين الجريدينت ديسنت اللي خدناها في الكلاسيفيكيشن وفي الريجريشن؟ انا عندي كذا، يعني عندي كذا نوع من انواع من المعادلات، عندي كذا معادله من المعادلات اللي بتظبط لي قيم قيم الويتس او قيم الاسيتات. احنا بنقول عليها ويتس، الستات بنقول عليها ويتس برضو، او ويت حجم يعني او وزن. فانا عندي اكتر من معادله بيقدروا يعدلوا لي او يحسنوا لي من قيم الستات او الويتس. شبه الجريدينت ديسنت هنا ديت اللي هي الاس جي دي، اللي هي الاستوكاستيك جريدينت ديسنت، وانا مش عارف ايه حتى يعني هو كاتب لك ايه. وادم ديت من اشهر المعادلات، من اشهر الاوبشنز اللي بنختارها في الغالب بنختارها. عندي اوبشنز كتيره يعني، فهو الديفولت بتاعه ان هو بيستخدم هي الادم ديت. تمام، طبعا بقى ندخل برضو فيهم او هنعرف انواعهم والفرق ما بينهم في الديب ليرنينج. تمام، عندي بعد كده سيبكم من الالفا ديت. الالفا ديت حاجه خاصه اسمها الريجولايزيشن، هنبقى نشوفها بعدين. عندي الباتش سايز. الباتش سايز المقصود بالباتش سايز يعني حجم الداتا اللي هتدخل. احنا عارفين ان انا لما باجي اعمل موديل بدخل له الداتا بتاعتي، بدخل له جزء تريننج يتدرب عليه او يتعلم عليه، وبعد كده بختبره، بدخل له الجزء التاني اللي هو بختبر بيه واللي هو التست. الباتش انا حاجه اسمها الباتش. الباتش المقصود بيها ان انا وانا في التدريب في التريننج، في مرحله التريننج او التدريب، الداتا بتاعت التريننج، تمام، الداتا بتاعت التدريب ديت انا ما بدخلهاش مره واحده، لا، المقصود في الباتش سايز هنا ان انا بدخل له الداتا بتاعت التدريب ديت على مراحل،
فبدل ما كنت بديله الداتا كلها بتاعت التدريب ياخدها يتدرب عليها، لا انا بقسمها له، بديله مثلا بديله جزء معين، ياخده يتدرب عليه، وبعد ما يتدرب عليه شوية أقوم مديله جزء تاني من نفس الداتا التدريب يتدرب عليه تاني، يعني بقسم له الداتا بتاعة التريننج عندي بقسمها لكذا جزء وبدخله جزء جزء يتدرب عليه. تمام، ده المقصود بيه الباتش سايز. تمام. بعد كده عندي حاجة اسمها الليرنينج ريت. الليرنينج ريت هو المقصود بيها المعدل بتاع التعلم. فاكرين في حاجة شرحناها كان اسمها الألفا، قلت لكم إن قيمة الألفا ديت كل ما زادت كل ما كان الموديل بتاعي هيتعلم أسرع، ولكن كل ما الدقة بتاعة ولكن كل ما الأكيورسي قلت، وكل ما القيمة بتاعة الليرنينج ريت ديت أو الألفا ديت قلت كل ما الموديل بتاعي اتعلم اخد وقت اكتر يعني عشان اتعلم، ولكن جاب لي قيم مظبوطه تقدر تديني اكيوريسي او دقه عاليه، هو هنا الليرنينج ريت. بيقول لي انت عايز الليرنينج ريت بتاعتي يبقى شغال ازاي، او ممكن تقول له ان هو ايه الفانكشن بتاعه الليرنينج ريت او المعادله بتاعه الليرنينج ريت. عندي اول حاجه هي اسمها الكونستانت او ثابت، دي المقصود بيها ان انا بديله بحدد له قيمه الالفا كام، او قيمه القيمه يعني بتاعه الالفا او قيمه المعدل بتاع التعلم. وعندي حاجة تانية اسمها الانف سكيلينج، ودي نوع تاني او ممكن على معادلة تانية، هو هنا شارحهم لك يعني. لكن الكونستانت دوت هو ايه، انت بتدي له قيمة وهو بيدخل القيمة دي في المعدات وبيتعلم عليها. قال لك ان الانف سكيلينج ديت مثلا دي مش عارف بيعملها بيدخل بيدخل مش عارف ايه في الاس، بيدخل بيعمل باور للارقام، يعني بتبقى معادلة تانية يعني عشان في التعلم يعني. والادابتيف ديت برضو نوع تاني من الانواع الخاصه بالليرنينج. يعني عندي اكتر من طريقه علشان الموديل بتاعي يقدر يحسن سرعه التعلم بتاعته او يظبط الويتس بتاعته عن طريق القيم الالفا بتاعه التعلم. تمام، وشرح لك كل حاجه ليه، يعني كل واحده ليها اوبشن، يعني كل اوبشن منهم بيبقى ليه انك بيحدد لك انت ما ينفعش تختار ايه من الاوبشنز التانيه. يعني مثلا لو مثلا انا استخدمت اللي هي الكونستانت ديت، فهيتيح لي ان انا استخدم حاجه تانية او اوبشن تاني اسمه ليرنينج ريت انت، اللي هو دوت. فالليرنينج ريت انت دوت علشان اقدر اشغله عندي في الموديل لازم اكون انا محدد ان الليرنينج ريت يبقى كونستانت. طب لو كان نوع تاني، لا ساعتها مش هينفع. تمام، وهنا مثلا في الباتش سايز، وهنا كمان في الباتش سايز يعني هيقول لك، بص هقول لك ايه، هقولك لو انت اخترت السولفر اللي هو ال بي اف جي اس، الكلاسفاير مش هينفع يستخدم الباتش، وهكذا يعني بتبقى في حاجات مرتبطه بحاجات. تمام، وهنا طبعا الباور تي ديت لو انت دي بتستخدمها في حاله انك عملت اللي هي الانف سكيلنج هنا في الليرنينج ريت، وفي حاله كمان انك يعني بيقول لك اونلي يوز لو انت عملت السولفر بتاعك يكون نوعه اس جي دي، اللي هو دوت في السولفر. يعني لو انت اخترته في السولفر ينفع تستخدم ده. طب لو انت ما اخترتش السولفر النوع دوت، لا ساعتها ما ينفعش تستخدم الاوبشن دوت. بقى كان عندي هنا حاجه اسمها الماكس ايتر او عدد المحاولات، انا عايز كام محاوله. هو الديفولت بيعمل لك 200 محاوله بس. عارفين ان الموديل بتاعنا لما في مرحله التريننج بيعيد نفسه، يعني بيعدل قيم الثيتا ويعيد تدريب من تاني وهكذا، فهنا بيعمل تكرار 200 مرة بس للتريننج يعني. طبعا انت ممكن تغيرها. تمام، تعالوا بقى ايه نبدأ نطبق على الكود دوت. تعالوا مثلا نزود، احنا عملنا كده صممنا الشبكة بتاعتنا. تعالى اقول له الليرنينج ريت هختارها كونستانت انا هقول له learning rate init، وادي له القيمه بتاعه ال بتاعه ال learning rate هخليها مثلا 0 point. هي اصلا الديفولت بتاعها بكام؟ الديفولت بتاعها كان
0.001. احنا ممكن نعدلها نخليها 0.002 مثلا. تمام، طبعا احنا هنعدل في الشبكه لسه. بعد كده ممكن نشوف ايه اوبشنز تاني، نشوف ايه الماكس اتر مثلا محتاجين نزودها شويه. نقول الماكس اتر عدد المحاولات هي كهي 200، هخليها 500 مثلا. تمام تعالوا بقى نبدا نعمل فيت. نقول له موديل دوت فيت وادخل له الوايت الاكس ترين والواي ترين، اكس اندرسكور ترين والواي اندرسكور ترين. كان نعمل برنت للسكور. model dot score، ونعمل برضو السكور لل التست. تمام نبدأ نعمل run، أو ممكن منعملش run لكله، أنا هعمل run للجزء دوت بس. قلبي مش ماشي، بتاعنا نعمل run لكله. تمام، جاب لي إن السكور بتاع التريننج وصل 98% والسكور بتاع التستنج وصل 100%. طبعا كل ما بغير في الأرقام ديت كل ما السكور بتاعي هيزيد أو هيقل، يعني على حسب الأوبشنز أو التصميم بتاع الشبكة بتاعي. يعني مثلا تعالوا خلي الشبكة بتاعتي عبارة عن طبقة واحدة بس، تعالوا نشوف هل هيديني نفس الناتج. لا، ما ادانيش نفس الناتج، الناتج قل عندي هنا في التست. طب تعالوا نقلل، تعالوا نقلل نغير عدد الخلايا، خليها مثلا ايه 50 بس، او لا ممكن نخليها خمس خلايا بس. طب الجزء ده كده بس، السكور هنا كان التريننج وصل 97 والتستنج وصل 93. بص هنا كاتب لي ايه، كاتب لي ان هو واقف عند 500 محاوله ان انا محددهم له هنا، ولكن هي مش كافيه. بيقول لي هي مش كافيه عشان الاوبتمايزر بتاعنا يظبط القيم او يوصل للقيم المثاليه للستات او الويتس، فيعني محتاج ان انا ازود كمان عدد المحاولات. طب تعالوا اقللها، خليها 100 محاوله بس، شوف هيديني ايه. بصوا القيم قلت جدا، السكور بتاعي قل جدا، بقى هنا 26، السكور بتاع التريننج وصل 26 والسكور بتاع التستنج وصل 20. شفتوا اما غيرت، اما بتغير في الاوبشنز السكورز بتاعك بيقل. تعالوا كده ايه، اما خلينا غيرتها وخليتها 1000 محاوله او 1000 اعاده يعني. تعالى نعمل رن، فقال لي لا دي مش كافيه كمان. وصل هنا بصوا، شفتوا اتغير ازاي من 100 ل 1000، من 20% من 20 من السكور 20 وصل ل 97، ومن 3 ومن والثانيه وصلت 93. قال لا انا عايز اظبط تاني عشان احسن كمان، يعني وصل ل 97 وعايز يتحسن تاني. تقول له ماشي خليها 1500 محاوله. اعمل رن، قال لا ده انا عايز تاني، ده طماع قوي. هو كده المقصود ان هو بيقول لي انا لسه ما وصلتش للقيم المثاليه، لسه ممكن تزود تاني وهديك قيم احسن. نقول ماشي تعالى، ما قاليش حاجه بقى، هو كده بالنسبه له ان عدد المحاولات كانت كافيه. تمام تعالى نخليها مثلا طبقتين، واحده الاولى خمس خلايا والثانيه 10 خلايا والثالثه 30 خليه مثلا. تعالى نعمل باقي 3 طبقات، ماشي مش طبقتين بس، عملت 3 مفيش مشكلة. تعالوا نعمل run. تمام السكور اهو، لو هنلاحظ ان ده السكور اتغير هنا في التريننج، وصل هنا وصل 99 وهنا كان 98، هي يعني ما اتغيرش بشكل كبير لان اصلا الداتا بتاعتنا حجمها صغير. تمام، طب تعالوا في الليرنينج ريت، نغير في الليرنينج ريت، هي مش هنا 0.002، لا تعالى نخليها 1. بصوا السكور غير ازاي، تعال نخليها 2.
السكور اتغير، السكور لسه قليل يعني، هو بس لسه قليل. طب تعالى نرجعه نقول مثلا نقلله، نقول له 0.01 مثلا، اتغير برضو عن المرة اللي فاتت. تمام كويس برضو. طب لو ديت مثلا كانت 5، يعني انا بجرب، انا ما اعرفش طبعا السكور هيكون كام لان ما جربتهاش، ولكن بجرب معاكم. تمام يعني حد كده كويس، تمام مفيش مشكلة. كده الليرنينج ريت كده قل. الليرنينج ريت لما زودته السكور بتاعي قل. طب تعالوا لا نقلل، خليها هنا دي كانت زيرو، نخليها زيرو، ونخلي ديت مثلا نرجعها بقى 0.1 اللي هي الديفولت بتاعتها. نعمل ران. انت طبعا تقدر بقى، انت طبعا بتفضل تظبط بقى في القيم ديت لحد ما توصل لاحسن قيم في السكوب بتاعك. تعالوا بقى نمسح كل دوت تمام، ونسيبها على الديفولت، يعني نسيب الشبكه بتاعتنا على التصميم اللي هو الديفولت بتاعها اللي السايكت ليرن معمول عليه اصلا ديفولت، ونشوف هيديني السكور كام. اداني سكور 98% في التريننج و93% في التستنج. لو ملاحظين الارقام اصلا يعني كلها تسعينات في الغالب، ليه؟ لان زي ما قلت لكم حجم الداتا قليل، انا الداتا بتاعتي اصلا كلها على بعضها كده بالتريننج بالتستنج على بعضهم 150 صف، فدي اصلا ما تعتبرش داتا، يعني دي اسمها سيمبل داتا، يعني عينه كده حاجه بسيطه خالص. تمام، لكن فعليا لما نيجي نشتغل على مشاريع هيبقى حجمها اكبر. عشان كده انا بجيب حجم داتا صغير، لان هي هتوفر علينا وقت في البروسيسنج والكلام ده كله، ولكن باذن الله نخلص بس المودرن تكنيكس ونبدا بقى نشتغل على داتا كبيره ونشتغل على مشاريع حقيقيه. تمام، ومشاريع بتاعت مسابقات كمان. تمام، ده كان ال النيورال نتورك في الكلاسيفيكيشن. شكرا ليكم، واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي في النيورال نتورك للريجريشن. تمام.